تحدي جديد أمام العالم اليوم ناقشه خبراء منظمة الصحة العالمية في جنيف، وهو تفشي مرض جدري القرود في 15 دولة خارج أفريقيا. تم تأكيد أكثر من 80 حالة إصابة بالمرض في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأيضا كيان الاحتلال الإسرائيلي. ورغم التأكيد أن المخاطر على الجمهور الأوسع منخفضة، إلا أن الهلع يتسلل إلى بعض الناس. نتحدث أكثر عن الفيروس، طرق انتشاره، وما يمكننا القيام به للوقاية، ورأي العلم في الإجراءات التي سيتم اتباعها في الأردن مع اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمد حسن الطراوني. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك. يعطيكم ألف عافية. نعم، بداية يعني هل هناك فعليا داعي لكل هذا التضخيم الإعلامي والهلع وأيضا الاجتماعات هنا وهناك بسبب هذا الفيروس؟ أولا سيدتي دعينا نجري مقارنة بسيطة ما بين هذا المرض ومرض كورونا حتى نكون دقيقين وعلميين. هذا المرض أو ما يسمى بجدري القرود هو ينتمي إلى مجموعة الدي ان اي وليس مجموعة الار ان اي، وذلك يعني أن احتمالية حدوث الطفرات نادرة جدا مقارنة بفيروس كورونا، وأيضا أن طريقة الانتقال المباشر لهذا المرض هي عن طريق الاتصال المباشر مع الشخص المصاب أو مع الحيوان المصاب، لأن هذا المرض هو فيروس حيواني المنشأ، يعني ينتقل من حيوان إلى إنسان وينتقل من إنسان إلى آخر، وهو مرض قديم، يعني شخص هذا المرض عند الحيوانات في عام 1958 وأول حالة شخصت عند البشر عام 1970، وبين عام 1970 حتى عام 1986 شخصت 400 حالة فقط في العالم. فطريقة الانتقال هي بالاتصال المباشر. فترة الحضانة لهذا المرض قد تصل إلى 21 يوم، لكنه تظهر أعراض. على الفرق مع فيروس كورونا أن كورونا قد يعني 85% من المصابين قد لا تظهر لديهم أعراض، لذلك الانتشار يكون أكثر. وأيضا تشخيص هذا المرض أن الأعراض عندما تظهر تبدأ في أول 3 أيام بارتفاع في درجة الحرارة، تعب عام في الجسم، إرهاق، انتفاخ في الغدد الليمفاوية، ثم يظهر الطفح الجلدي على الوجه وبعد ذلك ينتقل إلى الأطراف. والطفح الجلدي مميز أنه عبارة عن حويصلات مملوءة بهذا السائل. وأيضا أن فترة العلاج لهذا المرض قد تصل إلى 4 أسابيع، وقد لا يحتاج هذا الشخص إلى أي تداخلات علاجية لمعالجته. فلذلك هنالك تضخيم إعلامي لما يحدث، ففي اعتقادي أن هذا المرض يمكن التعامل معه والسيطرة عليه أسهل بكثير من التعامل مع جائحة كورونا. فلذلك يجب اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من المحافظة على النظافة الشخصية وغسل الأيدي، وأيضا من ناحية الشخصية وأيضا نعم. من دكتور الناحية العامة. يعني لربما نحن نحمل حتى هذه اللحظة إرث فيروس كورونا، لذا أي خبر عن فيروس جديد قد يثير بشكل أو بآخر القلق أو الهلع، لكن أنت تحدثت أنه الفرق بين الفيروس أو فيروس كورونا وهذا الفيروس هو بما يخص أول شيء الدي ان اي على سبيل المثال، وأيضا على طريقة الانتقال، لكن حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن مرض قد ينتقل بالملامسة أو عن طريق الرذاذ، هل يؤدي أيضا لا سمح الله إلى أمراض في الجهاز التنفسي أو إلى حالة وفاة؟ أولا إن حدوث مرض في الجهاز التنفسي ناتج عن جدري القرود هو نادر جدا، فقد يسبب بنسب نادرة جدا التهاب رئوي، وهو يعد حالة خطرة لكن هو نادر الحدوث، ولذلك يجب علينا الآن عدم القلق والهلع من هذا الأمر، واتخاذ كما ذكرت إجراء على مستوى نعم. وبالنسبة للعدوى هل هو سريع العدوى أو سريع الانتشار؟ في اعتقادي أن العدوى ليست سريعة الانتشار، لأن طريقة الانتقال هي ليست بالطرق التي كان ينتقل بها فيروس كورونا، وهي عن طريق يعني انتقال الرذاذ والتلامس والتنفس. فالطريقة الرئيسة التي حتى متفق عليها كل العلماء في العالم هي الاتصال
المباشر مع المصاب. نعم، بالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها في الأردن، ما رأيك بها؟ أولا الآن نحن لدينا خبرة في التعامل مع الجوائح والفاشيات والأمراض المعدية، ولا سيما أن لدينا المركز الوطني لمكافحة الأمراض والأوبئة، فالآن هنالك خطة اطلعنا عليها لأولا التعريف بالحالة المشتبهة والحالة المصابة وتصنيف الحالات، ومن ثم وضع خطة استجابة سريعة للرصد والتقصي واتخاذ إجراءات احترازية ووقائية، وتم تخصيص قسم للعزل إذا ظهرت أو تم تشخيص حالة في الأردن، وأيضا تم وضع تعميم الأعراض وتعميم هذه التفصيلات على كل المنشآت الصحية في الأراضي الأردنية. نعم، وهل الأردن فعليا مستعد بشكل أو بآخر لهذا الفيروس؟ في اعتقادي سيدتي نعم، نحن مستعدون للتعامل مع ظهور أي حالات على الأراضي الأردنية، وكما أذكر دائما أننا جزء من العالم، فلا يمكن منع دخول أي مرض معدي إلى الأراضي الأردنية، ولكن يمكن التعامل بخطة استجابة سريعة للتعامل مع مثل هذه الفاشيات التي قد تحصل، أو هذه الجوائح التي قد تحصل، أو الأوبئة، عن طريق الآن بمركز متخصص للتعامل مع مثل هذه الحالات. فلذلك باعتقادي ليس هناك ما يستدعي لهذا الهلع والقلق الكبير. نعم، إذا نؤكد أن هناك يعني اطمئنان ولا داعي تماما للهلع أو القلق، فقط الحرص الشخصي وأيضا الاطمئنان. إذا اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية دكتور محمد حسن الطراوني، شكرا جزيلا لك.